الصراحة يا أخ جابر، أنا مالي مراء كتير بالتلفزيون، صدقني برامجك بستناها باللحظة. الله يخليك. لا لا أبدا مو مجاملة، برامجك قريبة من الواقع. بقى منين بتجيب هالشغلات الحلوة ها؟ من الناس. بهنيك من كل قلبي، تابع على هالمنوال، الناس بتحبك ها، وكتاباتك طريفة كتير. ولهالسبب أنا قصدك عمي أبو حمد. قاصدني ولا مستقصدني؟ يا سيدي أنا حابب أكتب برنامج فيه تشويق وتسلية وعبرة، وما حدا بيقدر يخدمني غيرك. كيف بقى؟ ولو إذا ضابط المباحث الجنائية أبو حمد رجاء ما قدر يخدمني، مين بده يخدمني لك؟ بس أنا متقاعد هلا. أحسنين. كيف يعني؟ بقصد يعني بتقدر تاخذ راحتك بالسرد. أيوة قصدك احكي لك حوادث من وحي حياتي الوظيفيه. هادي اللي بتمناه. شوف يا استاذ جابي، الشغلات المهمه والقصص الغريبه الحقيقه معظمها انتشر بالصحف وعرفوها الناس. ولو كان يعني الا ما يبقى بذاكرتك بعض الطرائف والمفاجات. طيب اسمع هالقصة. هذا يا سيدي كان في صديقين ودودين، كافي؟ بكفي بكفي. كم عليه سكر؟ ما عليها وحدة. فعلا دوام البنوك عم يضايقني يا حسنين. من أنو ناحية أبو جود؟ أخي الصندوق بسكر بالبنك يومين بالأسبوع، يعني الخميس بعد الظهر والجمعة، وأنا شغلي أكتر بهاليومين، يعني ببيع بهاليومين أكتر من شغل الأسبوع كله. ليش ما عندك خزنة بالدكان؟ عندي خزنة عادية بس ما بأمن حط فيها المصاري لأنها مو متينة وبخاف الحرامية يفتحوها. لكن شو عم تعمل بالمصاري؟ عم باخذهم معي على البيت. معلومك 600 700 ألف ليرة مو قلال. على البيت؟ معلوم. أحسن ما أتركهم بخزنة المحل. هيك شلون ما كان بيكونوا قدام عيني. إيه بس كمان ما بيجوز تحتفظ بمبلغ كبير ببيتك. أخي مضطر، شو بدي ساوي؟ صدقني يا حسني لما بيكون عندي هيك مبلغ كبير ما بنام الليل. حامل المال تعب سيدي. الله يبعد عنا أولاد الحرام. فعلا هم المصاري هم هم كبير يعني. دائما يا أبو جود. Thank you.
العمى على حظي ما انحسوا، غادرت رفيقي ودنيت نفسي على 541 ليره بس. اهلا وسهلا محرة، شرفتوا. محل محلكم. العافية ابو الجود. اهلين حسني. صدقني سعدت من كل قلبي انه شلون هيك الحرامي خطف شنطة من ايده، يخرب بيته ما وقعه، العمى على الحالة. ايه ما في امان بالدنيا يعني؟ شكرا لمواساتك اخي حسني، بس انت شو عرفك بالحادثة؟ شلون شو عرفني؟ كاتبينها بالجريدة. ما عندك جريدة؟ بلا. اقراها، بالظاهر ما قريت التفاصيل انت. وين الجريدة؟ هي حادثة مشابهة، تاجر قماش خطفوا له شنطايته. بقى انا شو دخلني؟ ها؟ شلون شو دخلها؟ معلوم، انا ما بلغت حدا عن الحادثة. ما شو عرفك بالسرقة انت؟ فعلا فظيعة. شوف، هو المجرم او المحتال لابد ما ينكشف مهما كان ذكي. اصلا هذا المحتال اللي عم بحكي لك عنه له نهف كتيرة ومصيط. بلوي يعني؟ ها؟ قصدي له قصص تانية؟ ايه. اسمع، مرة من المرات صار في عرس عند جماعة اغنياء، وهالجماعة حبوا يجيبوا رقاصة على العرس. مدام هيك بدها تضل القعده ناشفه، معقول حطوا لنا شويه ميوزك؟ قال شيء يعني ميوزك موسيقى يعني. معك حق، قومي انت بدي بدك ترقص على بين ما يحمى الجو. ايه طبعا، لانه انا عندي حفله بالميرديان بدي ارقص فيها. اخذي اجرتها سلام. الحق معك، تيسري انت البسي البدله وانا بهيئ لك الجو مشان الرقص. ماشي. اجت العروسه. اجت العروسه. Oh,
يا مزيكا. وقفوا شوي يا جماعة من بعض، إذا بتريد وقفوا شوي. خير شو في؟ أجلوا لي الزلاغيط. يوم شو في؟ أنا مضيعة أسواتي الألماس، حدا شاف لي شيء؟ وين ضوعتيها؟ شو بيعرفني هلا كانت بإيدي؟ لا تكون هارة منك بشي قرنة، دوروا عليها يا جماعة. شو بعرف؟ وين كنتي قاعدة أنت؟ هون عم خوص بالصالونات، وين بدي أكون قاعدة يعني؟ حدا لقى شي طمنوني، أنا ما لقيت شي. شو ما لقيتوا شي؟ هلا كانت السوارة الألماس بإيدي. يو ما شفتيها أنت بإيدي؟ لا أنا ما شفت شي. كيف ما شفتي شي؟ بلا حكي ما له طعمة. هلا بدي سوارتي الألماس. يا جماعة حدا لقى السوارة للخانو؟ دوروا لحواليكم، دوروا لنا. شو ما في شيء؟ دوري لحواليكي. ما لقينا. معقول؟ شو هي فص ملح وداب يعني؟ إذا كنتي مضوعتيها هون لابد ما تلتقى. لا تضوجي وهدي أعصابك. شو حبيبتي تلتقى وما تلتقى؟ سوارة ألماس بأربع صفوف جايتني هدية من الخليج. حق هديك الحسبة، مو ضحكة لعبة. حق لحاله بيشري لي طابق بالمزة. على مهلك على مهلك وروقي دمك. انت قاعدة ببيت محترم، دوروا لي عليها منيح لابد ما تلتقى. دوروا لي، اعملوا معروف. دوروا. شو ما لقيتوا شي؟ طمنوني. في شي لقيتوا شي؟ ما لقينا شي. شو ما لقيتوا شي؟ هلا السوارة بدكم تعطسوها من مناخيركم عطس، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ انا وداد الرقاصة بحياته ما حدا ضحك علي، فهمتوا؟ لا تشوفوني لابسة ومرتبة وأكابر، بلحظة واحدة برجع لأصلي وبأرجيكم الوش اللي تبعي اللي ما بتعرفوه الثاني. مو أنت صاحبة البيت؟ لا مو أنا. معناتها أنت؟ نعم. يكون بمعلومك خانو أنه مو كل الطيور بتتاكل لحمة. إذا ما بترجعولي هلأ الإسوارة بقلب فرحكم حسرة وغم. اسمعي لقلك لا ترمي بلاكي علينا، كل المدعوين أكابر ومعروفين مو بعينهم وبتقلوكي بالألماس واللولو. بقى روحي شوفي وين مضوعتيها وبلا حكي فاضي عند هالمسا. إلي عم تقلي لي هالحكي؟ إيه إلك، لكن لخيالك. شوفي حبيبتي، بتدوري على الإسوارة ولا بيطلع جناني عليكي ها؟ لسه بتقلي الإسوارة؟ إيه ما حدا شافك لابستيها؟ حدا شافها لابستها يا جماعة؟ ما شفنا شي. شوفوا أنا لحمي مر وعظمي قاسي، وإذا بدكم تاكلوا علي الإسوارة ما بتلوموا لحالكم. أنا وداد الرقاصة وفهمك كفاية. اسمعي لقلك لا تقلبينا العرس غم. حبك ترقصي ورجينا هز كتافك، ما حبك يلا ورجينا عرض كتافك. إلي هالحكي يا نسناسة؟ إنتي النسناسة وستين نسناسة وليك؟ خشي لك وحدة مثلك بتخرس خري. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. عادي يلا للعين بيتي، فورا للعين من بيتي. على مهلك على مهلك، ايش بك انت؟ مالك شايفة شو الهاج بالي مثل الأولى؟ طيب هيك عم تحكي أنا بفرجيكم. وين التليفون؟ التليفون وينه؟ خوفتينا كثير. يعني ايش رايحة تسوي؟ تتكريني خايف منك؟ انا بفرجيكم يا همج، ما في غير الشرطة بتخلص لي حقي منكم. نص البلد بتعرفني نصه بالنص. ولك ليش فضايحي انت؟ هيك بحكم شغلي. ما لقلك خلينا ندفعهم بلالنا هالشرشحة، عمرنا ما عرفنا شو هي المخافر. ايدك. اذا انت متعودة نحن مالنا متعودين. ايدك يلا. يا جماعة يا جماعة طولوا بالكم شوية. سكوت انت، قلتي بعروستك مالك علاقة. بتقيمي ايدك على التليفون يا بشرشحك. هاتي بايدك. تركي قبل ما دب الصوت ها ولم عليكي كل العالم. تركي. خايفين مني؟ تركي روحي. هلا بفرجيكم يا بجم. الو مرحبا، مين عم يحكي؟ حنفي اعطيني معلمك، اعطيني معلمك. الو مرحبا رائد هشام، انا وداد مظلومه. تركني هلا من تعبيرك. المهم حصلت لي سرقه ببيت عدنان عبد المنعم. سوارتي الالماس ايه يلي اجتني هديه لما رقصت على هامش المؤتمر. هاي هي، ما بزل عليك. سرقوا لي اياها بالعرس. راح اعطيك العنوان، سجل. مالكي ورا بستان الباشا شارع البكوات طابق اول. لا تتاخر، بعت لي حدا من عناصرك بسرعه. ماشي هلا معك. انا بفرجيكم يا همج. يلا وهي وقفه، اذا كنتوا بقى شاطرين نطوا من الشبابيك. Thank you.
الله يعافيك حضرة الضابط. حضرتك ضابط الجنائية؟ اي نعم، انا الضابط مسعود صالح. يا حضرة الضابط سرقوا لي سوارتي. انا كنت انا صدقت بس 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 خلينا نعرف نشغل اذا تريدي. انت بتاكدي انه كنت لابسه سواره؟ ايه يا حضرة الضابط، لاني انا ما بعرف ارقص الا اذا كانت بايدي. لا تكون هارة منك. لا ما لها هارة مني، شافتني وقت كنت لابسها. دورنا عليها وما خلينا قرنه، الظاهر ما كانت لابسها من اصل. كذاب. شلون ما كنت لابستها؟ ايه كنت لابستها. بس بس انت وياها شو هاد؟ شو هاد؟ اوصافها شو اوصافها؟ مثل هي حضرة الضابط فرتشكل، ويمكن هي كمان. اتركي من ايدك، قال هي قال. طيب يا مدام انت هالسوارة هي قديه صار لعندك؟ يو يضربها العرس وساعته، رح تطمش الشربة براسي وتسرق سوارتي. عينك انت عينك العمى. روحي كذابة ما كنت كنت لابستها لك. احنا مين اللي بدي شو هاد؟ يا حضرة الضابط انا خايفة يبدلوا لي السوارة ببارصة ويرجعوا لي اياها، انا سوارتي فوق المليونين عام. خلاص فهمنا، احنا وشنا هالوش روحي. فهمنا انت وياها. انتوا شارينا على كل حال. وينك؟ كلياتكم اسمعوني، كل واحدة لابسة بإيدها سوارة تيجي تحطها عنا هون وتاخذ فيها وصل استلام، وبكره بتجي بتستلموها من الشرطة عنا بالجنائية. يا عبد المعين. نعم سيدي. خذ أسماءهم واعطيهم وصل استلام. حاضر سيدي. تفضلي مدام. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أنا مدام هدية عبد اللطيف. تشرفنا. ليه؟ جينا مشان ترجعونا الصيغة يلي جمعتوها من بيت جوزي عدنان عبد المنعم بالمالكي، وهي الوصولات. هاتي وصلك. تفضل. ما فهمت شو هالوصولات هاي؟ تبعات الأساور يلي أخذوها الزلمة، يعني مشان ترجعونا إياها. أنو أساوي؟ تبع قصة الرقاصة وداد مظلومة. عفوا أنا ما فهمت شي الحقيقة. يو لا تحط اللي عقلي بكفي، إجت مفرزة من عندكم ولمت الأساوي. مين لما؟ الضابط مسعود صالح، وهي توقيعه عندك على الوصل وبالعلامة معه شرطية. ما عندنا ضابط بهالاسم وما عندنا خبر بهالقصة كلها. يا أخي الله يخليك، سأل وداد مظلومة. سعدين شفت لي اسم رقاصة وداد مظلومي عندكم؟ طيب شكرا. ما في رقاصة بها الاسم يا مدام. ايه وشو المعنى؟ المفرزة لمت ما قيمته 4-5 ملايين. ظاهر انتو غالتوا ضحية لعصابة احتيال. احتيال؟ يو تفضلي ارتاحي يا مدام واعطيني افادتك. طبعا العصابة انكشفت بعد شهر وانحكم عليهم بالسجن. غريبة فعلا، يعني لو بيسخر الإنسان ذكاؤه الفطري باتجاه الخير كانت الأمور. اسمع هالقصة الطريفة اللي رح أحكي لك ياها عن نفس الشخص. قصة غريبة شوي بس بتدل على ذكاء شيطان. تفضل. هذا يا سيدي بنادي من النوادي أو بأوتيل ما أتذكر مزبوط، كان في مباراة للشطرنج بين بطلين. معقول بنوبي يا وهيب؟ شو هالحكي انت؟ ليش لا؟ اللعب في مفاجآت. ممكن، لكن صدقي بطل الدولة بلعبة الشطرنج من 5 سنين مو معقول يغلبه فواز بطل المدينة. كل شي جائز. شوف وهيب، انا صار لي مدير لنادي الشطرنج اكثر من 22 سنة ونظرتي عمره ما خابت. اصبح النتيجة معروفة من هلا. بالنسبة لي صدقي بده يغلب فواز ما في كلام،
وفواز بالنسبة إلو عم يغامر معه مغامرة، وبالنسبة للناس، الناس بتحب المفاجآت، بس البطل بيضل بطل، وصدقي بطل ما في كلام. أنا مو من رأيك أستاذ صبحي، هاي كلاي إجا مين غلبه، وفيشر انغلب بليلة ما فيها ضو قمر. معقول، لكن لازم تعرف إنه صدقي مو هين أبداً، ورح أأكد لك إنه لح يضل محتفظ ببطولة لعبة الشطرنج لخمس ست سنين لقدام. ما بتعرف، الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. شو حميد؟ سمعت مثل ما سمعت أنا؟ سمعت. قال في مباراة شطرنج اليوم. بكرة مو اليوم. وديش جائزة الغالب يا ترى؟ يا أما وسام يا أما ميدالية. شو بتقول يعني جائزة نوبل؟ يا حبيبي، وشو بدنا نعمل بالوسام نحنا؟ طيب أنت شو دخلك؟ شلون شو دخلني؟ وصلت مواصيلك لهو؟ اوعك ها؟ لا تخبز بالزرع شريف. هلا انت معي ولا ضدي؟ انا معك، بس بس هالفودات مخرجنا. وليش بقى؟ ليش بقى؟ يعني انت اصلا بتعرف تلعب شطرنج؟ لا بس عندي فكره. هلا فهمني بالاول، شو يلي عم يدور بذهنك؟ انت اسمع مني منيح وخليك معي على الخط، وبتعرف كل شيء. فكرك انا جاي لهون بمحض الصدفه يعني؟ يعني انت كنت عرفان انه في مباراة. امشي امشي لقلك معي امشي. يعطيكم العافية. الله عافيك، اهلا وسهلا. انا جميل الاردوازي رجل اعمال ومساعدي ماجد ظريفي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. محسوبك صبحي عبد النور المدير الفخري لنادي الشطرنج ومساعدي وهيب. اهلا استاذ وهيب. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. اهلا وسهلا تفضلوا. الحقيقه لفت نظري مباراه الشطرنج اللي رح تصير بعد بكره. فعلا هي مباراه حساسه شوي، لانه فواز بطل المدينه واضع امل كبير انه ينتصر على صدقي بطل الدوله. الظاهر جائزه ضخمه 250 الف ليره. قليل، كثير قليل. مو قليل يا ماجد؟ لا لا مو قليل، منيحه. على كل كل واحد منهم مليونير ومشترك بأكثر من مسابقة دولية. طيب شو رأيك يا أستاذ صبحي إذا قلت لك أنا بقدر لاعب البطلين بنفس الوقت وأغلبهم؟ حلوة النكتة. مو نكتة أبدا، أنا ما عم نكت. أنا بقدر لاعب البطلين وأغلبهم بنفس الوقت هن الاثنين. ليش حضرتك مشترك بمسابقات قبل المرة؟ مسابقات غير رسمية. بكوريا مرة غلبت بطل سيئول بحفلة مقامة على باخرة بمناسبة عيدنا الوطني اسمه جون فامبين، غلبته. وبالباكستان غلبت عبد العظيم يحيى خان البطل، غلبته. وبأندونيسيا غلبت بطلهم سوهادوك بوكارنو، غلبته. عفوا، وهالأبطال معترف فيهم؟ عجيب، بعمري ما سمعت بأسمائهم. أخي إعلامنا مقصر مقصر، شو الحكي؟ الواحد يحكي بصراحة يعني. شو عم يصير بالعالم؟ ما حدا سائل، ما بيسألوا. يعني حضرتك بطل. شو نقولن أستاذ ماجد؟ فعلا الأستاذ جميل في البركة، فعلا في البركة. هو يلي بغش العالم فيني اني رجل اعمال، شو بيقولوا؟ بيقولوا دوبه هالرجل الاعمال يلاحق شركاته يجمع ملايينه. بس انا الحقيقه بحب المخ الرياضي، بحبه، هذا كل ما هنالك. طيب شو طلب حضرتك استاذ جميل؟ ما بعرف، حابب العب مع هالابطال دفعه واحده اذا بيقبلوا. بس اكيد ما راح يقبلوا، ما بيقبلوا، شو الحكي يعني، ما بيلاقوها على حالهم. عفوا استاذ، بتحب ناخذ رايهم؟ يا ريت، وبتمنى اتعرف عليهم. بس وينكم؟
إذا بدهم ينهزوا ويزعلوا أنا بنسحب، بنسحب وبعتذر فورا. شلون أخلاقهم يا ترى؟ أخلاق أبطال. ما اختلفنا أبطال وأنا بطل، يعني هن الناريين ولا باردين؟ عمره ما كان لاعب الشطرنج ناري. عظيم جدا، عظيم جدا. أنا بالانتظار، إذا بيحبوا يلاعبوني اليوم ما في مانع لأني فاضي. رح خبرهم فورا لأنه الاثنين نازلين عنا هون بهالأوتيل. عظيم جدا. لكن اطلبوا لنا قهوة. بالعكس أنا ما عندي مانع، أنا شايف العملية مثيرة فعلا. بس بتعرف يا أستاذ جميل إنك تملك جرأة كبيرة. إيه بمتاز بالجرأة أنا فعلا. شغلة بتسلي، أنا كنت قاعد بغرفتي وإذ بتجيني الخبرية. أنا كنت نايم. طيب المهم نلعب اليوم؟ ليش عم تضحكوا؟ لا لا ما في شيء ولا يهمك. يعني بنلعب اليوم. شو رأيك أستاذ فواز؟ ما في مانع، إجانا خصم مشترك. أنا بلعبك أستاذ جميل وبدون وزير. وأنا بلعبك بدون حصانين. شو رأيك أستاذ جميل؟ ما بعرف، أنا أخذ المسألة جد وهن عم يتمسخروا. لا لا العفو منك أستاذ جميل، بس كل واحد بمجاله ملك. طيب شو رأيكم نخلي المسألة جد أكثر؟ شلون يعني؟ يعني إذا غلبتكم بيدفع لي كل واحد منكم 250,000 ليرة. كل واحد؟ كل واحد. يا سيدي أبلان. طيب وإذا غلبوك؟ يا سيدي ما بدنا منه ولا قرش. شو رأيك أستاذ فواز؟ أما هي قصة يا سيدي موافق. شو بدك أحسن من هيك يا أستاذ جميل؟ أنت صاير فيك أستاذ جميل عدم مؤاخذة مثل القط اللي عم ينحش حاله بعرين السباع. يا سيدي المهم النتيجة. قلتك بجوز تنقلب الموازين، ساعتها يمكن الديك يفترس الضبع، مو هيك؟ أنا من جهتي رح أسهل عليك الأمور، رح أخليك تلعب قبل مني وبدون قرعة. وأنا كمان انسجاما مع كرمك رح أخلي الأستاذ فواز يلعب قبل مني. لا يا سيدي، أنا رح أخليك تلعب قبل مني. يا سيدي ماشي الحال، بس عندي شرط صغير كتير. شروط على كيفك. بدي لاعب كل واحد منكم بمكان. شلون يعني؟ يعني ما بدي لاعبهم جنب بعضهم. بتريد تلاعب كل واحد منا بغرفته؟ ما عنا مانع. لا ما بدي عقل مسألة، بس مثلا إذا كنت عم بلعب معك هون بهذا المكان لازم ألعب مع زميلك هنيك بعيد، وإذا بتريدوا وحرصا على عدم احتكاكي بالناس خلي عينكم عم تراقبني. أخي أنا أبلان. وأنا كمان بلعبك بغرفتي. طيب بخلي سكرتيري وسكرتيرك يرافقوك من الباب للباب حتى نضمن عدم احتكاكك بالناس. عظيم، ما في مانع، بس ما بدي حدا يتنقل من أوضة لأوضة، حتى إذا كان في متفرجين عم يتفرجوا على اللعبة يا ريت يضلوا بأماكنهم وما يغادروا لحتى تنتهي اللعبة. ورح ألعب معكم واحد بس مرة واحدة. تكرم عينك أستاذ، غيره سلامتكم ما في شيء. ليلي تتطرق. على كل الأحوال أنا عندي تليفون مهم لباريس، يا ريت تحضروا لي حالكم، معلش، وتحضروا لي الفلوس كمان كاش إذا تريدوا. أهلا أهلا، شرفت شرفت. سهلة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة أستاذ. الله يسلمك. شو رايكم بهالزلمه؟ مسكين يا رجل، انا مالي مشتهي غير شوف وشه باخر اللعبه. يا سيدي انا راح انهي بعد النقله تاعك. يا مسكين. شلوني معك؟ لاول مره ما بفهم الطيخ ببطيخ. جريتهم لمطرح ما بدي بالضبط.
اوكي فاين. يا سيدي نبلش؟ بلش ماشي. Not bad at all. شكرا. مارفلوس. بإذنك. Really, it is good. شكرا. كشمات. حقك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس بدك الحقيقة هلكني رسمي. إلك أنت. إلى اللقاء. بلغ سيل زبا كشا شاه مات. يعطيك العافية. فعلا الحجر اللي مات يعجبك مفجر. مو هيك إلى جاي. يا أخي يا أستاذ أرجو أنه تكون الفلوس جاهزة، عندي سفرة للشارقة ومستعجل. خيرها بغيرها أستاذ فواز، ولا خليني اقول لك تعيش وتاكل غيرها احلى. ومعظم النار من مستصغر الشرري. الى اللقاء. عفوا. هذا انت يطعمك مثل ما طعمني. ابي بلوم. شو صار هيك؟ شو النقلة اللي غدرت فيها؟ ما بعرف ما بعرف. أول نقلة، الثانية، الثالثة، حسيت حالي قدام لاعب كبير. بالعكس حسيت حالي قدام شيطان. إيه وبعدين؟ بصراحة
لولا ما كنت انت عم تلعبه كنت قلت ما في غيرك بخطط لهاللعبة. مستحيل. شو صار؟ لك هذا محتال كبير. شلون يعني؟ يعني كان عم يسرق لعبي ويجي لعندك يهاجمك فيه. شلون؟ يعني كان عم يلاعبك بلعبي. يخرب بيته ما اخبسه. اما اقول لحالي حسيت حالي كأني عم لعبه. مرحبا عمو. لا في وحدة؟ لا في وحدة.